ألو نعم، هل لي سؤال؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أم محمد من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مساك السيد الكريم. لباس. السلام عليكم سيد الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. عندي سؤالين برك. نعم. أنا عندي بو، أنا حبيت نبني سكن. يعني عندي سكن وحبيت نرممه. بو على بالي على صديقة، أنا كنت أعرف باللي الربا حرام إلى غير ذلك، لجأت فقط إلى البركة، بنك البركة الإسلامي. وبديت نشوف المعاملات، يعني في الأصل ما شفت اختلاف في طريقة تطبيق طريقة الدفوع، أتابعنا في طريقة الرياضية إلى غير ذلك. يعني قد ما هنانيش ما حسيت باللي ما كانش اختلاف في يعني في الصيغة، يعني نفس الدفعة نفس إلى غير ذلك. وشنو أنا عاوت تذكرت قول الله تعالى وقالوا أن البيع مثل الربا وحرم الله البيع وحرم الربا وحل الله البيع وحرم الربا. أنا وشنو الاختلاف في العقد؟ هذوك يقولوا عقد قلب والآخر يقولوا فقط ما في عقد مرابح أو أي نوع من العقود الأخرى. ما رأي يعني ما شرع الدين في هذه المسألة؟ بالنسبة للسؤال الموالي، أم محمد من العاصمة. نعم، تريد أن ترمم سكنها فلاجأت إلى هذه المؤسسة المصرفية التي تقول نحن لا نتعامل بالربا ولكن نتعامل بالمرابحة. أقول للسائدة الكريمة، من حق المسلم على المسلم حسن الظن به، فما دام العمال في هذه المؤسسة أخبروك أنهم لا يتعاملون بالربا وإنما يتعاملون بما يسمى المرابحة، فصيغة العقد قد تغير الحكم. نعم، يعني العقد نفسه قال يا ودي أقرضك 50 مليون على أن تردها 60، والعقد يرد هكذا بفائدة 60، هذا عقد ربوي. لكن عندما يقول أنا أنجز لك عملا بمبلغ 50 مليون